سلمى، محطتنا التالية هي عن التميز والإبداع بسعيها الدائم لاكتشاف الطاقات البحثية المتميزة وتنمية قدرات الطلبة. يتحضر اليوم المركز الوطني للمتميزين باللاذقية لإعلان المركز لقبول جيل جديد من المتميزين من أبناء سوريا. نحكي أكثر عن المركز والإعلان بسنة اليوم. نرحب بالدكتور اسكندر منيف، مدير مركز المتميزين. أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك. يسعد صباحك دكتور. نحن بالعادة متعودين عليك تكون عنا بالشام، نحن جينا اليوم لعندكم. أهلا فيكم. سعد صباحك. خلينا نبلش ونحكي عن إعلان المركز لقبول عدد جديد من المتميزين. تصدر الإعلان طبعا يبدأ التسجيل، يبدأ تقدم للمركز الوطني للمتميزين ب1/7 ولمدة 4 أسابيع. نعم. هو استقبالنا للدفعة، عم يتحضر المركز لاستقبال الدفعة 10 في المركز الوطني للمتميزين. متذكر من 10 سنين ب2009 أحدث المركز الوطني للمتميزين في حمص، وحاليا تخرج من المركز 6 دفعات، 2 منهم حاليا في الجامعات الروسية عم بيساوي ماجستير ودكتوراه. كثير حلو. طب خلينا نحكي شوي، المركز سنويا عم يستقبل عدد هائل من الطلاب، عم يتم تأهيلهم وتدريبهم. خلينا نحكي شوي دكتور عن آلية العمل. المركز الوطني للمتميزين هو للناجحين في شهادة التعليم الأساسي صف التاسع، المتميزين متفوقين طبعا بيمروا بعدة مراحل اختبارات قبول، رح نحكي عنها أكيد بهاللقاء. لنقدم بالتعليم نوعي وخاص بتركيز عالي على منهجية البحث العلمي، على حلقات البحث، على المشاريع، تعليم بطريقة مختلفة للطلاب اللي تم انتقاؤهم بدقة وعناية وطريقة مدروسة، لا بالأخير يدرسوا عنا المرحلة الثانوية ونأهلهم للبرامج الأكاديمية في المرحلة الجامعية. نعم. طيب دكتور، بما أنه ذكرت عن، خلينا نقول نحكي أكثر تفاصيل عن القبول، كيف بيتم المراحل تماماً. المرحلة الأولى هي اختبار القدرات طبعا للطالب ابتداء من 1 تموز، طبعا الكل عم يسمعنا وشوفنا هلا، بيتوجه إلى مديريات التربية. نقطة الانطلاق هي مديرية التربية في المحافظة مشان ما نعذب الطلاب كلها، تتجه باتجاه الوزارة. كل طالب بمحافظته بيتجه معه الأوراق الثبوتية اللي هي صورة هويته مع صورة هوية ولي الأمر، وثيقة وصورتين شخصيات، واستمارة طلب بالتسجيل اللي بياخده يا أما عن موقع المركز ncd.sy أو يكتب المركز الوطني للمتميزين موقعنا مباشرة، بيطلع بخدمات طلابي في يسحب طلب الانتساب، أو بياخده من مديرية التربية مباشرة. بعد ما بيتقدم رح تعطيه إشعار مديرية التربية ومواعيد امتحاناته، مراحل القبول، وبأي مركز امتحاني رح يكون. رح يكون عندنا مركز اختبار بكل محافظة. الاختبار الأول هو بخمسة الأحد 5 آب، يعني معهم وقت الطلاب لا يعرف وين وكيف التفاصيل الكثيرة عن الاختبار. الاختبار مدته 2 ساعة يوم الأحد 5 آب، اختبار للقدرات العقلية والمدرسية لنتأكد أنه هذا الطالب دبل تشيك، يعني أنه مواده العلمية بجدارة أخذ العلامة، إذا كان أخذ 600 من 600 برياضيات، لأنه أسئلته شوي طبعا محتوياته بشكل عام، أنا عم بحكي عن السنوات الماضية لهذا الاختبار، كانت الرياضيات وفيزياء وكيمياء ولغات. نعم. بيسوي طبعا بنسب متفاوتة، وبيسوي أسئلة تتطلب شوي تفكير خارج الصندوق. نعم. طلابنا اللي حابين يشوفوا على موقعنا في اختبار تجريبي لشوية أسئلة الرياضيات منتقات من دورات سابقة، لأن كتير عم يجينا هذا السؤال. الاختبار الثاني هو اختبار الذكاء ب19، حاول ما بعرف شو الوقت المعطى لنا، بس رح حاول اجل شوي. اكيد نكمل حديثنا معك عن الاختبارات لانه شيء مهم الطلاب يعرفوا، لكن بدنا نروح ننتقل هلا لموجز الاخبار ونرجع نكفي حديثنا. طيب. نطلع على اخر المستجدات على الساحه السياسيه العربيه والعالميه مع زميلتنا علا ابو خضر. يسعد صباحك علا. يسعد صباحك زينب، وشكرا لك. مشاهدينا نبقى مع موجزين لاهم واخر الانباء بعد الفاصل. أهلا بكم. وصلت وحدات من الجيش العربي السوري عملياتها العسكرية على أوكار الإرهابيين في ريف درعا الشرقي، واستحالة من التخبط والفرار الجماعي في صفوفهم.
وأفاد مراسل الإخبارية الحرب في درعا بأن وحدات من الجيش وجهت ضربات محكمة على تجمعات وأوكار المجموعات الإرهابية المنضوية تحت زعامة تنظيم جبهة النصرة في منطقة اللاجات وقرى الريف الشرقي، قضت خلالها على العديد من الإرهابيين. استعادت وحدات من الجيش العربي السوري مساحات جديدة واسعة في بادية دير الزور بعد القضاء على فرور إرهابي داعش الذين تسللوا إليها خلال الفترة الأخيرة. وأفاد مصدر عسكري بأن وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الحليفة نفذت عملية مركزة على أوكار إرهابي تنظيم داعش استعادت خلالها السيطرة على منطقة تقدر مساحتها ب 1800 كيلومتر مربع وتصل إلى الحدود العراقية في نقطة 400 غرب البوكمال. وبيّن المصدر أن عمليات الجيش أسفرت أيضا عن القضاء على أعداد كبيرة من إرهابي داعش وتدمير عتادهم الحربي. أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن التحالف الذي أسسته الولايات المتحدة بزعم محاربة الإرهاب فشل في مخططه لإسقاط الدولة السورية. وحذرت زاخاروفا في تصريح لقناة روسيا اليوم من أن سيناريو جديد يجري التحضير له في سوريا لإيجاد أساس قانوني يخدم أيديولوجيا الدول الغربية، موضحة أن المهمة الرئيسية التي كانت أمام دول التحالف الذي تترأسه الولايات المتحدة وأمام عدد من الدول الإقليمية هي إسقاط القيادة السورية، وأن هذا الأمر كان واضحا منذ البداية. في خبرنا الأخير، أعلنت القوى الصاروخية في الجيش اليمني قصف مركز معلومات وزارة الدفاع التابع للنظام السعودي وأهدافا أخرى في مدينة الرياض. ونقل موقع قناة المسيرة عن مصادر عسكرية يمنية قولها أنه تم استهداف هذا المركز بدفعة من صواريخ البركان البالستية، فيما أشارت وكالة رويترز إلى سماع ذوي انفجارات ومشاهدة ومضات في سماء الرياض بالتزامن مع ظهور سحب دخان فوق المدينة. بذلك نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز، عودة إليك زينب. شكرا لك زميلتنا علا، اكيد متابعين بباقي فقراتنا. كنا عم نحكي دكتور عن الاختبار الثاني واختبار الذكاء، خلينا نعرف عنه اكثر. اختبار الذكاءات المتعدده هو الاحد الثاني 19 اب، وفيه طبعا ذكاءات متعدده هو اختبار معياري مكون للبيئه السوريه للطلاب، بيعدوا لجنه من الخبراء. كثير بتجينا اسئله كيف بتحضر اختبار الذكاء؟ طبعا هذا اختبار ما يعني عم يصبر ويرصد القدرات العقليه للطالب، ما بيتحضر، يعني هو حصيله تراكم معارف ومهارات سرعة بديهة، يعني سرعة بديهة مثل سرعة البديهة تماما، التحليل المنطقي، التفكير الجانبي، التفكير الناقد، كلها شغلات هي ما فيني انا اروح احضر لها. هلا ممكن يطلعوا على نمطها اذا عملوا سيرش على جوجل مثل اي كيو تيست، ممكن يشوفوا بعض انماط اختبارات الذكاءات العالميه اللي بيكون قريب منها شوي، بس نحن بنوسع المروحه اكثر باختبارات الذكاء وبيكون في عندي اكثر من نمط من الذكاء بختبره عند الطالب. المرحله الثالثه رح نمر عليها مشان نخلص كل الاختبارات. أيه طبعا. المرحله الثالثه هي المقابله الشخصيه 9 10 و11 ايلول. طبعا لجنه من الخبراء، مقابله شخصيه مع الطالب ولي امر الطالب، لانه مثل ما بنعرف هذا قرار بيتعلق باختصاص مستقبلي للطالب، وضروري كثير يتنور الطالب والاهل عن المرحله الجامعيه والدراسات العليا اللي بده يساويها الطالب. اكيد دكتور، يعني مثل ما حكيت الاختبارات مرتبطه ببعض وكل اختبار له خصوصيه معينه، واللي بيميز مركز المتميزين بشكل عام انه كل سنه بتحاولوا تواكبوا الاختبارات العالميه من خلال يمكن تغيير حتى نمط الاسئله او اللي عم يتبع. خلينا نحكي شوي عن كيف لمستوا النتائج من خلال دفعات الطلاب يلي عم ينتقلوا من المركز ليدخلوا على الجامعه وعم يضلوا بمستوى عالي من التميز. طبعا نحن هذا بالنسبه لنا هدول الاختبارات صمام امان، لازم نكون قادرين نفلتر وبقوه الطلاب اللي عندهم قدره يتابعوا بسويه تعليم متقدم. ما فينا طبعا ما فينا نكرر اسئله لا بالاختبار الاول ولا بالثاني ولا بالثالث، يعني لانه
مشان نبتعد عن النمطية. دائما الأسئلة وبطاريات أو بنوك الأسئلة متجددة عم يدخل خبراء فيها. نستأنس دوما بالتجارب العالمية لنشوف نحن كبوصلة يعني نحن أين من هذا الموضوع. وحتى يعني في آخر زيارة لنا بروسيا أحد الجامعات طلبت استشارة من مركز وطني المتميزين بهي التميز والإبداع لأنه بدي نساو على نمط تجربتنا. قدي حلو هالشيء. كتير رائع. بحب ذكر أنه حتى يعني مركزنا كان بتوأمة وبإشراف ومساعدة الخبراء الروس في البداية في حمص، وكان هذا الشيء له دور كبير في إقلاع المركز بخطط علمية متميزة وخطط تعليمية ساعدت بإحداثه. والحمد لله حالياً في خبرات محلية وطنية صارت قادرة أن تستمر وتبني خطط لتميز الإبداع. كمان خلينا دكتور نحكي عن الدورات اللي عم تقام بالتنسيق مع الجامعات ورفدا أيضاً بالشباب. خلينا نحكي عن هي الدورات التدريبية اللي بتهم بتوقع كل الشباب اللي حابين ينموا قدراتهم التعليمية. هلأ نحن فيما يخص المركز دائماً الكادر الإداري والكادر التعليمي كمان مثل ما نجيب نخبة من الطلاب لازم نجيب نخبة من المدرسين. نهتم كتير بالسير الذاتي في البداية للمدرس وخبرته ونحن يعني عم نبحث دوما لهدول المدرسين عن دورات نوعية. يعني هذا الطالب اللي عم يتعامل معه هو طالب بقدرات ذكاء وبقدرات عقلية متميزة، ما فيني يجيب له أستاذ بيدرس بالأفريج بالتعليم العام، بدي أستاذ بيعرف يتعامل مع الطالب الموهوب والمتميز. أصلاً بعلم النفس يصنف الطلاب المتفوقين والمتميزين من ذوي احتياجات خاصة، فبدنا نلبي هذا الجانب. فضروري كتير يكون المدرسين اللي بدهم يدرسوا بمركز المتميزين يخضعوا لدورات تأهلهم لا يتعاملوا مع شريحة من الطلاب. طيب دكتور خلينا نحكي أكثر عن المشاريع أو فينا نقول البرامج الثابتة بالمركز المتميزين. طبعاً البرامج أو الأنشطة العلمية الثابتة اللي هي الخطة العلمية التعليمية اللي من بداية تقرر سنوياً بهيئة التميز والإبداع في ضمن مجلس الشؤون العلمية ومجلس تعرض على مجلس الأمناء. الخطة بمكوناتها تتضمن رعاية موهوبين، تتضمن الاهتمام بمشاريع البحث التطبيقي للطلاب لنعلمه على العمل كفريق، العمل على تنظيم الوقت ضمن مجموعة، إدارة المشروع نفسه. كتير بيكتسب حل المشكلات، تكامل العلوم. عندنا نشاط السبت العلمي اللي بيتنفذ مرتين كل فصل، وعندنا أسبوع العلم بنهاية العام الدراسي اللي بيقدم فيه الطلاب ثمرة نتاجهم، ثمرة عملهم كفريق خلال 3 إلى 4 شهور كل الفصل الثاني وجزء من الفصل الأول. اختباراتنا اختبارات لا نمطية. طريق تقييم الطالب في مركز وطني المتميزين مختلفة. المركز وطني المتميزين بيعتمد معدل تراكمي. المعدل النهائي للخريج هو 10% من السنة الأولى، 10% من السنة الثانية، 80% من السنة الأخيرة اللي هي سنة البكالوريا. بيحصل الطالب على الشهادة الثانوية للمتميزين وهي تعادل الثانوية العامة. كتير حلو. كمان من فترة المركز الوطني للمتميزين بجامعة تشرين رعى مشاريع بحثية طلابية من عدة تخصصات، خلينا نحكي كمان عن هذا الجانب. حقيقة اللي سميته أنا أسبوع العلم اللي هو باحتفالية أو نشاط علمي هو جزء من الخطة يعني العلمية للمركز. من خلال فترة أسبوع أمام لجان تحكيم طلابنا بمروا دافعوا عن حوالي 40 مشروع. هالأربعين مشروع طلاب مهارات العرض غير المحتوى العلمي، يعني مهارات أنه يخضع للجنة التحكيم كلها بنركز عليها، ولازم الطالب يكون قادر على يوصل المعلومة. نحن مهتم كتير بالتعلم التعاوني، مهتم كتير بالتعلم الذاتي. دور المدرس في الخطة العلمية يقتصر في بعض الأحيان إلى ميسر للعملية أكثر ما هو ملقن للدرس وللمحاضرة. فأسبوع العلم كان عندنا مشاريع رائدة في الفيزياء والكيمياء والرياضيات، تم تكريم المشاريع الأولى حازت على اللي سميتها رائدة لأفضل تقييم من قبل لجان التحكيم، وحصلوا على جوائز عينية وجوائز
وشهد التقدير. نعم، يعني مثل ما عودنا مركز المتميزين دائما بيشارك حتى بمسابقات بسوريا وبالأولمبيات وخارج سوريا، ودائما بيرجع محمل بالجوائز. بنتمنى لكم كل التوفيق. وقبل ما نختم، كلمة أخيرة بتحب تتوجه فيها أيضا لكل المتميزين من طلاب وكادر تعليمي. احنا دوما شعارنا تميز مسؤولية، يعني في الشيء اللي عم يتقدم لهذا الطالب، طبعا نحن من مسؤوليتنا نأمن بيئة ترعى التميز والإبداع أكيد، بس بالمقابل التميز مسؤولية، ولازم كل طالب مقبل على التقدم للمركز المتميزين نقول له أهله سهلة أكيد، ومنشجعه هو وأهله، منطمنهم أنهم رح يكونوا برعاية وبأيدي أمينة لهذا المشروع. بالمقابل أنا بتمنى من كل طالب جاي على مركز متميزين أنه يكون حاطط بذهنه حلم وطموح كبير ليحققه وليكون له دور في المستقبل في بناء سوريا. أكيد، شكرا لجهودكم، ونقول لكل الطلاب إن شاء الله بتكونوا متميزين بكل مجال من مجالات الحياة اللي بتختاروه، وخاصة اللي يمكن بيروحوا على المركز الوطني للمتميزين. شكرا لوجودك معنا. شكرا لكم. أهلا وسهلا. شكرا جزيلا. شكرا لك دكتور.